طلبنا في مواد صريحة انها تحصل المحاكمات العسكرية المدنيين، وجايين النهاردة نقول للصحفيين ان ده دوركم، وان انتوا ليكم ممثل في لجنة الخمسين، انتوا تقدروا تضغطوا عليه ان هو يعلن موقف قوي وحقيقي وصريح ضد المحاكمات العسكرية المدنيين. على الجيش ان يخضع للناس ويخضع للثورة، وعليه ان هو يسلم بان احد مسببات ثورتنا ضد مبارك كانت المحاكمات العسكريه او استخدام المحاكمات العسكريه طوال سنوات حكمه، واستمر على نهج فيها المجلس الاعلى للقوات المسلحه من فبراير 2011 لحد 30 يونيو 2012. احنا كنا موجودين النهارده عشان نتقابل مع الصحفيين اعضاء النقابه باستضافة لجنة التشريعات القانونية والدستورية في نقابة الصحفيين، وكنا بنتكلم معاهم عن مطالب المجموعة ومقترحاتها لجنة الدستور، وان هم يكونوا زي ما هم كانوا بينقلوا صوت الضحايا مع مجموعة المحاكمات العسكرية المدنيين، فاحنا كنا عايزينهم يضغطوا عشان النقيب الصحفيين يطلع بموقف قوي وصريح وعلني يرفض فيه المحاكمات العسكرية المدنيين، خصوصا مع تضرر صحفيين كتير في الفترة الأخيرة وطوال فترة السنتين دول من المحاكمات العسكرية. ما اقدرش اقول ان كل لجنة الخمسين او الاتجاه الغالب جوه لجنة الخمسين هو مع حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، انما اقدر ان اقول ان في اصوات قوية داخل لجنة الخمسين ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، والمشاورات دي هتستمر، هنعلن عن اي تطورات في الموقف سواء بالنسبه للمحاكمات العسكريه او بالنسبه للعداله الانتقاليه، وفي حاله ان هو الاصوات اللي داخل لجنه الخمسين فشلت ان هو تحظر المحاكمات العسكريه للمدنيين، زي ما قلت لك ان احنا هنرفض الدستور، وهننظم حمله كمان نقول ليه احنا بنرفض الدستور، زي ما شاركنا في حمله بنقول ليه احنا بنرفض دستور الاخوان.